تجربة مطعم بامبا ستيك برجر. عندنا هنا الكلاسيك ما شاء الله تبارك الله، وعندنا هنا البيكون اللي هو اللحم المقدد، يا سلام يا سلام. عندنا هنا الترافل، شوفون مدري مقسوم ولا لا، هذا الترافل. وعندنا هنا بطاط بالجبن، وهنا بطاط بيكون، وهذه البطاطا الحلوة، والله لذيذة لذيذة جدا، وهذا البطاطا العادي. ولا ننسى الصوصات، ترافل، كلاسيك، صوص جبن وصوص حار. طبعا الكلاسيك دبل لحم ودبل جبن ب19 ريال فقط، والترافل دبل لحم ب24 ريال فقط. الآن بنجربها ونشوف كيف الطعم. بسم الله، أول شيء نجرب الكلاسيك دبل. والآن نجرب البيكون. بسم الله، هذا فنان البيكون، فنان فنان. والآن بنجرب الترافل. بسم الله، وربي فن، والله علاج علاج. أما الآن بنجرب البطاط بالبيكون، هنشوف. بسم الله، هذا الكلام علاج علاج. وهذا البطاط بالجبن، ممتاز. أما هذه فهي شيء ثاني، البطاطا الحلوة. طبعا بامبا ستيك برجر موجود في أبها وجدة وأبو عريش ونجران وجيزان وبيشة، وهذا هو المنيو. طبعا المطعم جودة عالية ما شاء الله تبارك الله، أصلا يوم جيت أعلن المطعم كان زحمة، فاضطريت أني أخذ المنتجات وأعلنها هنا، لأني ما قدرت أصور في المطعم لأنه زحمة من قبل الإعلان. فما شاء الله تبارك الله، والله يبارك لهم. والله للأمانة قبل ما أعلن للمطعم هذا سألت ناس أعرف أنهم يرتادون المطاعم هذه، فمدحوه لي، فقلنا بسم الله توكلنا على الله. طبعا موقع المطعم هذا اللي أعلنت له في أبها بجنب أسواق المزرعة على خط الخميس. بامبا ستيك برجر ما شاء الله تبارك الله، أسعارهم مناسبة وجودتهم ممتازة.